معلمنا متى البشير إصحاح 16، إنجيل متى إصحاح 16، والمسيح يفاجئ التلاميذ كده ويسألهم سؤال مفاجئ بعد لما تركوا كل شيء وبعد لما تبعوه، يسألهم كده يقول لهم من يقول الناس عني؟ فقالوا له في ناس بتقول يوحنا المعمدان، وفي ناس بتقول إيليا، وفي ناس بتقول أرميا، وفي ناس بتقول واحد من الأنبياء. إن كان ده رأي العالم أو فكر العالم، فنلاقي المسيح بيوجه بقى سؤال خاص للتلاميذ أو لكل واحد فينا، يقول لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ لازم يكون ليكوا إيمان مختلف ورأي مختلف، عشان كده بيقول لهم وأنتم إيه اللي أنتوا بقى بتقولوه عني؟ أنتوا فاكريني إيه؟ فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له طوباك يا سمعان، على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. الصخرة صخرة الإيمان، والكنيسة هي كل واحد فينا، يعني كل نفس ليها هذا الإيمان، المسيح الله الظاهر في الجسد، أبواب الجحيم لن تقوى عليها هذا الإيمان. عشان كده لازم تعرف إن هذا الإيمان مين اللي دعاك، وإنت بتتبع مين. العالم لرأي مختلف، أما إيماننا فيقول كده في الكاثوليكون النهارده حجر الزاوية، المسيح هو الأساس، الله الظاهر في في الجسد. وكأن السؤال ده، ركزوا معايا بقى في الحتة اللي جاية، وكأن السؤال ده من تقولون إني أنا، هو نداء مستمر من العريس للعروس. من العروس؟ كل واحد فينا. هو نداء مستمر من العريس لعروسته، يقول لها ماذا تظني في عريسك؟ هل هو بالنسبة لك العريس المفرح؟ كل نفس فينا بالنسبة لها المسيح هو العريس المفرح. هو الله الظاهر في الجسد، وانا ليا هذا الايمان، بس علاقتي بيه هو العريس المفرح، ماذا تظنون فيا، او ماذا تقولون عني، او انا بالنسبه لك بقى كل واحد فينا. عشان كده العروس تلاقيها بتجاوب على طول، او كل نفس فينا تقول كده في سفر النشيد الانشاد، تقول كده كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. وكأن العروس أو كل نفس فينا ماسكة في عريسها وبتقول له أنا العالم في نظري شجر وعر، شجر ملوش لازمة، لكن أنت بالنسبة لي الحبيب. التفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين بين البنين. عشان كده العروس تقول له إن أنا دايما مريضة حبا، مريضة حبا بهذا العريس، عشان كده شايفاك تفاح بين بين شجر الوعر. عشان كده العروس او كل نفس فينا تيجي تجاوب كده العريس لما يفاجئها، ما ممكن السؤال ده يوجه كل واحد فينا، او يجي العريس كده يراجعه معانا عايز يطمن على العروس بتاعته هي بتفكر في يقول لها كده، يجي فجأة يخبط على كل واحد فينا يقول له وانت من تقول عني؟ أنا بالنسبة لك أبقى فنلاقي كده الإجابة اللي المفروض العريس يسمعها واللي هو منتظرها. العروس كده تقول له أنا هقول لك أنت بالنسبة لي تبقى أنا جربت أبواب كتيرة أدخل فيها، أبواب كانت مغرية، لكن لقيتك أنت الباب الوحيد المؤدي إلى الحياة. أنا جربت طرق كتيرة برضو كانت مغرية، طرق كتيرة في العالم، لكن لقيتك أنت الطريق والحق والحياة. أنا جربت إن أنا أحيا في العالم من غيرك، انخدعت، الشيطان كده ضحك عليا وحاول يغريني ويفهمني إن أنا ممكن أحيا من غيرك، ونسيت إن أنت فيك فيك الحياة.
افتكرت ان اللي هينور الطريق بتاعي انوار العالم، من شهوات، من مال، من سلطة، من اي حاجة، من اي شهوات ارضية، ونسيت ان انت النور الحقيقي الذي يضيء كل انسان في العالم. جربت اعتمد على قوتي وسلطتي وذراعي وكبريائي وذاتي، لقيت الاشياء دي كلها بتقلني، خلتني مثقل، خلتني مشلول مش قادر اقوم. انا كنت فاكر ان الحاجات دي هي اللي هتقومني، لقيتها ثقلتني ووقعتني. واكتشفت في الاخر ان انت القيامة والحياة، زي ما بيقول بولس الرسول كده: قم ايها النائم واستيقظ فيضيء لك المسيح. هقول له: انت بالنسبة لي انا جربت لصوص كتيرة ضحكوا عليا، افتكرتهم رعاة حقيقيين، لقيتك انت الراعي الصالح الوحيد، انت كل الحاجات دي بالنسبة لي، انت النور الحقيقي، انت الراعي الصالح، انت الحياة، انت الباب المؤدي الى الحياة، انت الطريق، انت كل دول بالنسبة لي. عشان كده طول ما انا ماشي العريس بيسألني: من تقول اني انا؟ عايز يطمن عليا، عايز يراجع حب العروس واشتياقاتها، عايز يشوف اشتياقاتها نفس الاشتياقات الاولى ولا العالم دخل ولوث هذه الاشتياقات. عايز يراجع بالسؤال ده العريس لما بيسأله العروسته، كل واحد فينا عايز يراجع ايمانها وعايز يراجع ثقتها في الوعود بتاعته، اتأثرت ولا ثابتة فيه. العريس بالسؤال ده اللي موجهه لينا يقول كده: انا لسه منتظر من العروس كثيرا من الحب. هو لسه العريس بالسؤال ده مستني مننا كتير من الحب، مستني من عروسته ان تحمل الصليب وتكون له سفيرة في العالم. انا اديت الدور ده ولا لسه؟ هو منتظر مني كده، منتظر مني ان اكون سامرية جديدة ابشر بيه واروح للعالم كده اقول له: لقد وجدت المسيا. منتظر مني ان اكون عظة قدام العالم، اصالح العالم لي، وكأني بسلوكي بصالح العالم للمسيح. منتظر فيا أن يظهر الملكوت الداخلي بتاعي، يستعلن للعالم. مش هو قال: ها ملكوت الله داخلكم؟ أنا عايز بقى، هو مستني، العريس ده مستني من العروس بتاعته الملكوت دوت يظهر للعالم، يستعلن للعالم. يقول كده: أنا مستني منك إن لو الجميع زاغوا وفسدوا، العروس بتاعتي يحصل لها لا تزوغ ولا تشيخ ولا تضل ولا تضعف ولا تستهين بالخلاص المقدم لها. ليه طيب كده يا رب؟ لان محبة العريس دايما بتحصر العروس، هي دايما بتفكر فيه، فعمرها ما هتشيخ، عمرها ما هتزوغ، حتى لو الجميع زاغوا، حتى لو العالم كله زاغ، هي العروس واعية لانها تعرف من تتبع. العريس كمان مستني من العروس في كل موقف يقابلها وفي كل ضيقة ان هي ترد وتقول من سيفصلني عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ مستني منها من كل اغراء بيقدمه العالم ان العروس ترد وتقول له: خسرت كل الاشياء واحسبها نفاية لكي اربح المسيح وأوجد فيه. هو مستني من العروس كده، مستني منها لما تشعر بالألم أو ضيق أو اضطهاد إن هي تردك تقول كده: قد حسبنا مثل غنم للذبح، من أجلك نمات كل النهار. العروس دايما، العريس دايما مستني من العروس كده، هو عايز تقابل حبه ليها بنفس الحب. يبقى حب حب متبادل،
في ناس مشيت مع المسيح ومعرفتوش، تلميذي عمواس مشي المسيح معاهم ومعرفوش ان هو ده المسيح، وفي الاخر لما اكتشفوا يقولوا كده: ألم يقل قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ يبقى المعرفة، معرفة العروس بالعريس، مش مجرد معرفة عادية، ده قلب ملتهب بمحبة مين؟ بمحبة العريس. عشان كده لما يجي يسألها يقول لها: أنا بالنسبة لك إيه؟ ما تعرفش ترد، تقول له: أنا مريضة حبا بيك. بيقولوا: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق. طب ما هو طول ما احنا ماشيين هو بيكلمنا في الطريق، بيخبط على باب كل واحد فينا. بس اجي اكتشف في الاخر بعد كل موقف وبعد كل وقعة: ألم يكن قلبي ملتهبا؟ ده هو كان بيكلمني، ده هو كان بيخبط، عشان كان ما كنتش اعرف هو بالنسبة لي ايه. نيجي واحد تاني، فيلبس. المسيح يقول: أنا الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ففيلبس يرد عليه يقول له: أرنا الآب. فالمسيح يقول له: كل هذا الزمان معك يا فيلبس ولم تعرفني. أهي دي برضو موجهة لكل واحد فينا، كل هذا الزمان أنا معاك، ماشي معاك في الطريق ولسه معرفتنيش. أنا لسه بالنسبة لك إيه؟ أنا لسه بالنسبة لك إيه؟ من تقول إني أنا؟ بعد ما العريس يطمن على العروس بالإجابات ديت، ويطمن على إيمانها، ويطمن على حبها، ويطمن على اشتياقها، اللي هو كل واحد فينا يعني، برضو العروس نفسها تسأل العريس نفس السؤال. تعالوا نتخيل العكس بقى، العروس عايزة تسأل العريس نفس السؤال، تقول له: من تقول إني أنا؟ يعني أنا كمان بالنسبة لك إيه؟ مش أنت سألتني واطمنت على اشتياقاتي وحبي، أنا كمان عايز أطمن على حبك واشتياقاتك ليا عاملة إزاي؟ فالعروس تيجي تسأل العريس كده، تقول له: من تقول إني أنا؟ فنلاقي العريس يجاوب يقول لها: العالم وضع في الشرير، أما أنت فقد وضعت في القداسة. العالم وضع في الهزيمة، أما أنت فقد وضعت في النصرة. العالم وضع في الخوف، أما أنت قد وضعت في السلام. العالم وضع في الظلمة، أما أنت فقد وضعت في النور. العالم نهاية الظلمة الخارجية، أما أنت فقد وضعت في القيامة والحياة. ليك ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكل واحد فينا في السماوات. العريس يرجع يقول لها كده: العالم يزول وشهوته، أما أنت فستبقى معي وستجلس معي وستغلب معي وستملك معي. عشان كده العروس في الآخر تقول له: أمين تعالى أيها الرب يسوع، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. هللويا.